انه القمر يؤثر على الامواج نتاع البحر. انا ما كنتش نعرف هالمعلومه هذه، لكن بعد ما اكتشفت طلعت العباد كلها في بالها بالمعلومه هذه، انا ما في باليش. دونك كان نعملوا احنا قمر واحد اخر ونحطوا القمر ذاك محضر القمر الاخر، اسكو الامواج تولي تتبربر بالبروره وتنكمش بالحراره ولا ما توليش؟ يا مكي عايش.